يقول الله تعالى في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وردت كلمة العلق في كثير من آيات الذكر الحكيم، فما معنى هذه الكلمة وما وجه الشبه بين العلق وجنين الإنسان؟ لقد اختار القرآن الكريم هذا اللفظ الدقيق لأن الجنين في بداية تكوينه يشبه دودة العلق من حيث الشكل ومن حيث امتصاصه للدم من جدار الرحم. فما هي دودة العلق وما فوائدها؟ العلقة ليتشز هي دودة من الطفيليات تعيش على الدم الذي تمتصه من الكائنات الأخرى، وقد استخدمها الأطباء المسلمون في القرون الوسطى في علاج الكثير من الأمراض المستعصية لأنهم عرفوا فوائدها الجمة. وإليكم أهم الإنزيمات والتراكيب الموجودة في لعاب العلق الطبي. يحتوي لعاب العلق على مواد مانعة للتجلط وموسعة للأوعية الدموية ومفيدة في علاج الالتهابات، كما يحتوي على مادة مخدرة تجعل الكائن لا يحس بالألم عند امتصاصها لدمه. وجاء الطب الحديث ليثبت هذه الفوائد ليعيد استخدام هذه الدودة المدهشة التي سماها بعض العلماء إكسير الحياة. فصارت المواد المستخرجة منها تدخل في العديد من الأدوية الحديثة، حتى أنهم استخدموها في غرف العمليات. سبحان الله الذي يضع سره في أضعف خلقه.